في هذا المستودع يقطن أبو علي وأسرته منذ أن غادر سوريا إلى لبنان. ورغم الضائقة المالية التي يمر بها أبو علي، إلا أنه مجبر على دفع إيجار هذا المستودع، حاله كحال آلاف اللاجئين السوريين في هذا البلد. ومع تزايد متطلبات واحتياجات الحياة الأساسية وأمام حالة الفقر التي يعيشها، اضطر أبو علي إلى طلب يد العون، ولكن بمبدأ الدائن والمدين. والسبب أن قانون العمل في لبنان يمنع اللاجئين من العمل داخل البلاد باعتبار أن وجودهم مؤقت وغير شرعي، الأمر الذي يحول دون حصول اللاجئين على مصدر رزق لعائلاتهم. أنا زلمي عمري بالخمسين سنة، هدول غرفتين عم يكلفونا 300 دولار، وابني مقعد مفصول من الأمم، يعني شو من لقيت بدي أشتغل؟ بس مشان خفف شوي من الديون ونقدر ناكلنا تالي لقمة مثل ما بيقول، غير هيك شو يعني شو طالع لنا؟ أبو علي واحد من آلاف اللاجئين الذين يزداد وضعهم سوءا يوما بعد آخر. فالبلد الذي يضم أكثر من مليون لاجئ سوري يعاني 90% منهم من تزايد الديون عليهم بعد استنزاف مواردهم، بحسب دراسة أجرتها المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لهذا العام، إذ يعجز أكثر من 40% منهم عن دفع مستحقات الإيجار، في حين أفاد برنامج الغذاء العالمي أن الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها اللاجئين وكوابيس الديون التي تطاردهم أجبرتهم على العيش بتقشف أكثر مما قبل. للتمكن من توفير ما أمكن لدفع إيجار أماكن سكنهم، الأمر الذي أكده لنا اللاجئ أبو أحمد. يعني أنا نحن مهمومين هم كبير، يعني أنه علينا دين وعم بتراكم الدين علينا، شايف له؟ يعني عم ندين من هون ومدين من هون، وبالآخر منين نوفيهم يعني ما نعرفين. يعني علينا دين هلا خير الله منين نعيش يعني، ونحن برقبتنا اولاد وقومه اولاد يعني. من جانبها منظمه اليونيسف اكدت هي الاخرى في تقرير لها ان اغلب اللاجئين السوريين يتوزعون في شمال لبنان والبقاع، وان ما يقرب من 82% من الاسر تدفع بدل ايجار بمتوسط 300 دولار شهريا، الأمر الذي يجعل من حياة أطفال هذه الأسر عرضة للهلاك. كما أكدت المنظمة أن نحو 14% من الأسر السورية تعيش في مخيمات عشوائية، و60% منهم يعيشون في مستودعات مؤلفة من غرفة واحدة. وهاي هون هاي الغرفة سارة غرفة مع حمام مع مطبخ، يعني 22 على الوضع. ليك هاي الحمام يعني معقولة هاي هيك؟ يعني ما أقول بني آدم لسه عايش بهالوضع هذا؟ نو هذا الحمام. تقرير للأمم المتحدة وبالتعاون مع منظمة الفاو جاء ليوضح أهم احتياجات اللاجئين السوريين في لبنان بهدف تسهيل عمليات تقديم المساعدات الإنسانية لهم وتوجيهها للفئات الأكثر ضعفا. ارتفاع قيمة الإيجارات وارتفاع مستوى المعيشة واستغلال وضع اللاجئين السوريين جميعها عوامل تزيد من إغراقهم في الديون، ريثما يتم إيجاد حلول لإسعافهم من قبل المنظمات الدولية. يوسف الجندي، أورينت نيوز، طرابلس، لبنان.